السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا عبد الله بن عمر، أدرس في جامعة سكايلاين، وأنا الآن طالب في جامعة سكايلاين قسم اللغة العربية. والحمد لله قد استفدت من هذا البرنامج كثيرا، وأرجو من الجامعة أن تتابع هذا البرنامج، وشكرا. اسمي أسماء أشيه درادرة، أنا طالبة في هذه الجامعة سكايلاين نيجيريا يونيفرسيتي، وأنا طالبة في هذه البرنامج تعلم اللغات العربية، وقد استفدت كثيرا فقد تطور خدي في الكتابة، وأستطيع الآن أن أقرأ العربية من الكتابة من دون تشكيل والحمد لله. اسمي علي محمد عثمان، أحد الإخوة الذين شاركوا في برنامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في جامعة سكايلاين قسم اللغة العربية، والحمد لله يعني الآن انتهينا من المستوى الأول لهذا البرنامج، والطلبة شاركوا في الامتحان والحمد لله حاولوا يعني محاولة قيمة، بعد ذلك سينتقلون إلى المستوى الثاني ثم المستوى الثالث. أرجو من الإخوة أن يبادروا في التسجيل في هذا البرنامج، لأن اللغة العربية ليست بلغة الدين فقط، إنما هي لغة الحضارة ولغة التجارة ولغة المستقبل. لذلك يعني أرجو من الإخوة الذين داخل هذه الجامعة وغير وخارج الجامعة أن يبادروا في التسجيل معنا في المستويات القادمة، والباب مفتوح لكل من يرغب في تعلم اللغة العربية لأغراض مختلفة إن شاء الله. نرحب بكم جميعا وشكرا جزيلا، مع السلامة.